لان اولا الحكم هنا صعيب عليه باش يشوف، لان هنايا من الجهه ديال الحكم المساعد الاول اللي ممكن انه يشوف الحاله، وكذلك الغرفه ديال الفار اللي تساعد الحكم. وهنا باش نفتح واحد القوس، لان هنا كاينين بعض الناس اللي يحاولوا انهم يوهموا الناس ويجبدوا واحد النص قانوني اللي كيتكلم على ان ملي كتلمس في لاعب اخر وكتلتطم بالزميل ديالو، هنا المشرع كيتكلم ملي كتكون المسافه قليله قريبه وكتكون الكره مباغته وما كتكونش حركه اضافيه. هنا الى بان لك شوف اللاعب زحزوح كيفاش الحركه دار بيدو، برد الكره بيدو، بمعنى دار واحد الحركه اضافيه ديال الانزال ديال الكره. هاي شوف، هاي نشوف الحركه ديال اليدو كيشوف في اليد ديالو مع الكره، بمعنى كاينه الاراده ديال لمس الكره باليد، وبالتالي هنايا لمست يد متعمده ومعاقبه، وبالتالي هنا ركله الجزاء مستحقه لصالح فريق اولمبيك اسفي. بالاضافه هنا بالنسبه لي احمل المسؤوليه للغرفه ديال الفار اللي كان فيها السي مصطفى كشاف، هو اللي كيتحمل المسؤوليه باش ينادي على الحكم. وهنا كتبان حتى الراس انه اللاعب ما ضربش الكره براسه، ولو انهم كيحاولوا انهم يوهموا الناس بهذه القضيه ديال لمس الكره في المنافس. المنافس الا كانت القرب كانت العمليه ديال القرب، وكانت العمليه ديال المباغته، واللاعب ما عندوش فرصه باش يحيد اليد ديالو. هذه هي الاعتبارات اللي كناخذوا في لمسه اليد. اما الحاله ديال الزحزوح فيها حركه اضافيه ديال اليد، وكانت اراده ديال انزال الكره باليد، وبالتالي تعتبر لمسه يد متعمده ومعاقبه بركله جزاء مستحقه لصالح فريق اولمبيك اسفي.